السلام عليكم يا ابو سند. وعليكم السلام ورحمه الله. اليوم انا جايب لكم الغرفه هذه فيها من 9 قطع ملكيه ما شاء الله تبارك الله. طلبيات الزبائن لكم اول شيء اللي في المدخل اللي يكون تعليق هنا تعليق عبايات. الجو هذه 5 ادراج مع الادراج هذه كلها نظام شف فوق درج سوارات. طبعا بويتها بويت سيارات جدا خدش. عندك درفتين مع الادراج هذه درج سوارات. هذه درج سوارات اللي هنا. طبعا برضه هنا الكوبينات لها درج اكسوارات اريكا برضه هنا نظام تخزين. طبعا اريكا تستفيد منها تخزين احترافي تحط سجادات ملابس اي شيء. برضه عندنا اللي هو تخزين احترافي للسرير اللي هو 60% تقدر تخزن فيه حاجات ملابس كثيره ان شاء الله. الاناره طبعا هذه كلها تحكم ريموت كلكم في تفاصيل الدولاب كيف اللي يكون اولا هنا تطبيق كامل جو هذا يكون تعليق. طبعا البوم هذا كله نظام شف. الجو هذا يكون ادراج اضافيه داخل الدولاب مع درجه سوارات وتعليق النص. الجهه الاخيره هذه يكون تعليق. الجو هذا يكون تطبيق نفس الجهه اللي هناك مفتوحه. طبعا هذه يا جماعه جايكم اليدات كلها نظام ستيل ما شاء الله تبارك الله.